يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه النهارده مهمه لاننا عندنا فيها اخبار متعدده على مختلف الاصعده كما هو المعتاد، سواء على الصعيد العالمي اللي بيشهد عدد من المباريات الهامه جدا جدا في مختلف الدوريات وهنتكلم عنهم بالتفاصيل، او حتى كمان اخبار بتتعلق بالصعيد المحلي. وقبل كل ده اللي يهمنا اكيد نادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وتفاصيله، كل ده هيكون معانا على مدار حلقه الترند النهارده بفقراتها المختلفه. مهم جدا تواصل حضراتكم معانا كما هو المعتاد من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. وسؤال حلقه النهارده بيتعلق بمباراة الأمس اللي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة كبيرة ومفضلة لجماهيره بكل تأكيد، والسؤال بيقول لك ما رأيك في أداء الأهلي وفوزه على الحرس الوطني بنتيجة 6-1؟ كانت مباراة مهمة، عندنا كلام كتير جدا عليها، لكن هناخد طبعا رأي حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما احنا متعودين دايما. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الاهلي، الفريق يبدا الاستعداد لضربه البدايه في الدوري، موفقين باذن الله. اختبار طبي لوليد سليمان غدا قبل المران ان شاء الله يكون كويس وحالته بقت ممتازه الحمد لله. اما في الترند العالمي، صلاح في مواجهه رونالدو بالبريمير ليج، مباراه ناريه ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الاولد ترافورد. طيب يعني اكيد اخبار كتير وامور كلها هم، عارف ان ناس كتير منشغله في هذه اللحظات بمباراه طبعا ريال مدريد وبرشلونه، والشوط الاول يعني على وشك الانتهاء ان لم يكن انتهى في هذه اللحظات بتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. احرز الهدف ديفيد ألابا في مباراه بتقام على الكامب نو ملعب برشلونه، ومباراة قوية جدا ومتكافئة إلى حد كبير، خصوصا في ظل الاستفاقة اللي بيشهدها فريق برشلونة مع كومان على مدار الكام مباراة الأخيرة تحديدا. لكن يعني الشوط الأول اللي الناس اتفرجت عليه، أو الشوط الأول خلاص هما في وقت بدل ضايع دلوقتي، الناس اتفرجت على الشوط الأول يعني كان في ندية ما بين الفرقتين، فرص هنا وفرص هنا. الدقيقة 20 تحديدا كان في فرصة خطرة جدا لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، دلوقتي احد ابرز اللاعبين في الحقيقه، لكن الكره اتحسبت اوفسايد في الاخر، لكن هو اتصرف فيها بشكل خاطئ، لكن كانت كره خطره جدا. وانا بكلمكم دلوقتي كان الشوط الاول انتهى خلاص بشكل رسمي بتقدم ريال مدريد 1-0. في الدقيقه 24 دي كانت كره فاصله ومهمه جدا في احداث الشوط الاول، وهي يعني هدف ضائع، هدف محقق ضائع لبرشلونه عن طريق ديست الباك رايت الامريكي لفريق برشلونه. كره اتهيأت لي على حدود المنطقه، او مش على الحدود، على نقطه الجزاء تحديدا، وتصرف فيها بشكل خاطئ، طلعت اعلى العارضه بعد اسيست كان من ممفيس ديباي احد نجوم برشلونه في هذه الفتره. بعديها بحوالي 8 دقائق بالظبط قدر طبعا ألابا ان هو يتقدم بالهدف الاول من اسيست لرودريجو، ويتقدم ريال مدريد بنتيجه 1-0. طيب ده فيما يتعلق بمباراه ريال مدريد وايضا برشلونه، او برشلونه ريال مدريد بما ان برشلونه هم صحاب الملعب وهذه المباراه. فبالتالي خليني اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم. الدوري الانجليزي نبتدي بيه لان النهارده في مباراه قويه جدا، وهقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين. نبتدي بأول مباراة كانت ما بين برينتفورد مع ليستر سيتي. برينتفورد خسر 2-1 من ليستر سيتي في مباراة ابتدت الساعة 3 عصرا وانتهت خلاص بهذه النتيجة. في نفس التوقيت كان في أيضا مباراة أخرى قوية جدا جدا ما بين ويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير. ويستهام قدر أن هو يفوز بهدف ميكائيل أنطونيو من أسيست لكريسويل وتنتهي المباراة بهذه النتيجة أيضا. اما مباراه القمه في الدوري الانجليزي بخصوص هذه الجوله التاسعه فهي مباراه مانشستر يونايتد وليفربول. هقول لحضراتكم بالمناسبه تشكيل طبعا مانشستر يونايتد وليفربول في طبعا هذه المباراه المرتقبه، والكل طبعا منتظره. المباراه هتبتدي في تمام الساعه 5:30 مساء. نبتدي بمانشستر يونايتد في حراسه المرمى ديفيد ديخيا، في خط الدفاع ارون وان بيساكا كظهير ايمن، لوك شو كظهير ايسر زي ما حضراتكم شايفين التشكيله على الشاشه دلوقتي، اثنين مساكين فيكتور ليندلوف
وهاري ماجواير، ده خط دفاع مانشستر يونايتد. في نص الملعب كل من فريد وماكتوميناي، اعتقد مفيش اي تغييرات عن اخر مباراه لعبها فريق مانشستر يونايتد. الخط الامامي برونو فرنانديز، كان في شكوك ان هو ما يلعبش المباراه دي لكن موجود بشكل اساسي، موجود معاه كمان ماركوس راشفورد وماسون جرينوود، وفي خط الهجوم طبعا الاسطوره كريستيانو رونالدو. اما بخصوص فريق ليفربول، وبيهمنا جدا ان صلاح طبعا يواصل تألقه من خلال مباراه اليوم، ففي عدد من التغييرات، بالتحديد تغييرين في هذه التشكيله. نبتدي بأليسون موجود في حراسه المرمى رباعي خط الدفاع، ترينت الكسندر ارنولد موجود كظهير ايمن، اندرو روبرتسون كظهير ايسر، اثنين مساكين فيرجيل فان دايك، وبيلعب النهارده ابراهيم كوناتي تاني مباراه ليه في البريمير ليج على حساب ماتيب، تغيير مش عارف ايه سببه مع ان ماتيب كان ماشي بشكل كويس على مدار الفتره اللي فاتت. وفي نص الملعب موجود كل من هندرسون، نابي كيتا وميلنر، وخط الامامي موجود فيرمينو ومحمد صلاح ودييجو جوتا على حساب ساديو ماني المتواجد على مقاعد البدلاء. نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري النهارده محمد صلاح، يوصل تألقه ويحرز اهداف ويقدم مباراه كبيره. نكمل اهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات، نروح للدوري الاسباني، اشبيليه مع ليفنتي، المباراة انتهت بفوز إشبيلية بنتيجة 5-3. اتكلمنا خلاص على برشلونة وريال مدريد، الشوط الأول خلص 1-0 ريال مدريد. الساعة 6:30 ريال بيتيس مع رايو فاليكانو، الساعة 9 أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد. الدوري الإيطالي، أتلانتا مع أودينيزي، خلصت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. فيورنتينا مع كالياري، الساعة ابتدت المباراة أيضا وانتهت بفوز فيورنتينا 3-0. هيلاس فيرونا 3-1 على لاتسيو، الساعة 6 روما مع نابولي، وإنتر ميلان هيلعب مساء مع يوفنتوس. كمان الدوري الألماني النهاردة فيه مباراة وحيدة ما بين شتوتغارت ويونيون برلين، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري عمر مرموش، المباراة دي هتكون في نفس توقيت مباراة صلاح الساعة 5:30. الدوري الفرنسي النهارده في ماتشين، موناكو مع مونبلييه بيلعبوا في هذه اللحظات، ومباراه كبيره جدا جدا ما بين مارسيليا وباريس سان جيرمان الساعه 9 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم على تفاصيل واخر اخبار النادي الاهلي، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه الامس اكيد مباراه كانت مهمه جدا للنادي الاهلي لعده اعتبارات. احنا عارفين النادي الاهلي اكيد هدف من اهدافه الرئيسيه هي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هو فايز بيها في الموسمين الاخرانيين في الحقيقه، وكان يعني فايز بيهم عن جداره واستحقاق في بطولتين غاليين جدا بالنسبه للاهلي وجماهيره، ده امر مؤكد. مباراه كانت مهمه لاسباب مختلفه، اول حاجه بدايه استعاده الثقه بالنسبه للاعبين بنتيجه كبيره جدا 6-1، نتيجه مهمه ومفضله عند كل جماهير النادي الاهلي. الاهم من كده يعني بخلاف بقى ان هي يعني نتيجه جمهور الاهلي بيحبها وكلام من ده، لكن الاهم من كده بصراحه ان النتيجه دي هتدي ثقه للعيبه بعد فتره كان فيها اهتزاز في المستوى الفني، سواء على مستوى الجهاز نفسه كجهاز فني النادي الاهلي او حتى على مستوى بعض اللاعبين. عدد من اللاعبين استعاد الثقه بشكل كبير قوي قوي قبل انطلاقه بطوله الدوري، اداء كان جيد في بعض الفترات. طبعا طبعا فريق الحرس الوطني مش مقياس من خلاله نقدر نقول ان الاهلي اتحسن والاهلي بقى افضل، لكن الاهلي في طريقه للتحسن وفي طريقه لما هو افضل بكل تاكيد. ليه؟ لان انت عندك مجموعه مميزه جدا من اللعيبه وعندك جهاز فني محترم جدا ومميز للغايه، والارقام والبطولات هي اللي بتقول كده مش احنا، فده امر مهم جدا. انبسطت قوي قوي بصراحه بتالق كهربا. كهربا امبارح عمل هدفين وجاب هدف اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه بشكل ممتاز. كهربا يعني تدريجيا ابتدى هو يخش في الفورمه، ابتدى يبقى في الصوره، ابتدى يبقى جاهز ذهنيا وبدنيا، خلي بالك ذهنيا قبل بدنيا كمان مهمه بالنسبه لكهربا تحديدا. فكون انك تكسب لعيب بهذه الامكانيات بالاسم الكبير ده اسم كهربا، فانت طبعا يعني بيبقى ليك افضليه كبيره جدا في حاله تواجده في الملعب في اي مباراه من المباريات، لان هو في الاول وفي الاخر كهربا لعيب بامكانيات كبيره، كان محتاج ان هو ياخد الثقه. الميزه كمان في ان موسيماني اداله عدد كبير من الدقائق امبارح او المباراه كلها تقريبا، فبالتالي قدر ان هو يعني يساعد اللاعب في ان هو يستعيد مستواه، فان شاء الله تكون انطلاقه كبيره لكهربا فيما هو قادم من تحديات بالنسبه للاهلي. قفشه ومحمد شريف كان مهم جدا، كل واحد فيهم يجيب اهداف، محمد شريف جاب جون، قفشه جاب جونين، برضو بدايه استعاده الثقه بالنسبه لهم بعد موضوع المنتخب واستبعادهم وكلام من ده، لكن اثنين لعيبه مهمه قوي سواء للاهلي او المنتخب مصر طبعا بكل تاكيد خلال المرحله اللي جايه، ان هم كمان يستعيدوا مستواهم او جزء من مستواهم من خلال طبعا اهداف زي دي تديهم الثقه، فده امر مهم جدا.
الإشادة، كل الإشادة في الحقيقة بأكرم توفيق. أكرم عمل مباراة كبيرة وتسبب في الهدف الأول من ما فيش، يعني الكرة كانت خلاص كرة ميتة جدا، لكن بروحه وبإصراره والقتالية اللي عنده بالنسبة لأكرم يعني، فقدر إن هو يروح على المدافع. لو ينفع نعرض الهدف تاني الأولاني تحديدا، أكرم راح على المدافع قطع الكرة بتاكلينج بشكل ممتاز من غير فاول، ساهم في الهدف الأول بتاع محمد شريف واللي فتح المباراة بشكل كبير، وهدف كان مبكر ومميز جدا مجملا. أو هو ده الهدف. شكرا يا جماعة. لو من أوله بس اللقطة بتاعت أكرم تمام، كان ساهم فيها بشكل كبير بخلاف طبعا يعني سوء مستوى حارس مرمى فريق الحرس الوطني، لكن اجمالا يعني اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في احسن من كده بكتير طبعا. ولما الفرقه تكتمل بالصفقات الجديده بالقوام كله هنشوف الاهلي باذن الله باذن الله افضل من كده قدام فرق كبيره زي مباراه الاسماعيلي. طبعا هتلاقي الاسماعيلي فريق كبير، مباراه قويه جدا في بدايه الدوري، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه وهذه الانطلاقه. برضه علي لطفي امبارح انقذ كره. ايوه هي دي اللقطه بتاعت اكرم. بشكركم يا جماعه. شوف الكره ميته اصلا على الخط، كره طالعه بره، الراجل راح. وهي دي الروح اللي احنا بنبقى بنستناها دايما. يعني جمهور الاهلي لما بيزعل من اللعيبه لما يبقى المستوى مش قد كده بيزعل عشان بيحس ان مفيش روح. انت ممكن تلعب بروح جامده جدا جدا وتعمل كل اللي عليك وتخسر، لان دي كره القدم، لكن في نفس الوقت حسسني ان انت اشتغلت، ان انت تعبت، ان انت قاتلت على الفوز في المباراه. فهي دي الروح اللي احنا عايزينها من النادي الاهلي ولعبته خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله القادم افضل بكتير. اطمنوا اطمنوا كل جماهير النادي الاهلي، باذن الله الفريق يكون افضل كمان على مستوى الاداء والنتيجه بكل تاكيد. علي لطفي امبارح انقذ هدف، كان يعني كره صعبه جدا قدر ان هو يتعامل معاها بشكل كويس، ف ده ايضا يدي ثقه لعلي لطفي في ظل غياب محمد الشناوي بسبب الاصابه. فمكاسب كتير جدا في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال مباراه الامس. ان شاء الله باذن الله الفريق يستمر في هذا الاداء وهذه الروح القتاليه، عشان عندك السنه دي بطولات كتير جدا جدا، وجمهور النادي الاهلي عشم كبير جدا في لعيبته وفي جهازه الفني، وان شاء الله العشم ده يكون في محل. ده فيما يتعلق بمباراه الامس. بكده الاهلي تاهل خلاص لدور المجموعات. نتمنى له كل التوفيق. اللي هيبتدي في شهر 2 القرعه بتاعته هتبقى في اواخر ديسمبر باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في حصد البطوله للمره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخه باذن الله. هروح لفاصل. بعد الفاصل لسه عندي بعض الاخبار المهمه عن الاهلي، خصوصا بعد مران اليوم وبدايه الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اطمنكم في البدايه على وليد سليمان نجم النادي الاهلي بعد تعرضه لاصابه كانت في الحقيقه قويه جدا جدا امبارح اثناء مباراه الحرس الوطني، زي ما احنا شايفينها على الشاشه دلوقتي. يعني اصابه كانت الواحد اتخض شويه بصراحه اول ما شافها، لان احتكاك قوي في الوجه. فبالتالي وليد يعني بقى كويس جدا الحمد لله، تم نقله على المستشفى اثناء المباراه امبارح لزياده في الاطمئنان. كان في يعني ايه شبه يعني اصابه بارتجاج خفيف جدا في المخ، ما كانش مركز شويه بعد الاصابه على طول، وكان في يعني زي ايه فقدان ذاكره مؤقت. فالاطباء يعني فضلوا ان هو يكون تحت الملاحظه في المستشفى لساعات، لعدد من الساعات. انتهوا النهارده الساعه 11 الصبح، وقدر فعلا وليد سليمان ان هو يغادر المستشفى وحالته جيده ومطمئنه للغايه في الحقيقه الحمد لله. دي لقطات حصريه زي ما حضراتكم شايفينها كده بعد الاصابه مباشره في استاد الاهلي والسلام، واتحرك وليد على المستشفى، والامور يعني كانت لسه محتاجه بعض الفحوصات عشان نطمن، وفعلا اتعملت الفحوصات دي. وزي ما قلت لحضراتكم كان ارتجاج خفيف جدا في المخ وفقدان مؤقت للذاكره، خد يعني دقائق مش كتير نتيجه الخبطه والاصطدام القوي جدا جدا. وليد لما راح امبارح المستشفى كان طبعا زي ما حضراتكم شايفين برضو اللقطات الحصريه دي من خلالنا النهارده، كان عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ يعني كانوا حريصين جدا على زياره اللاعب في المستشفى زي ما احنا بنشوف كده. والنهارده الساعه 11 الصبح تقريبا بالظبط يعني خرج وليد سليمان المستشفى وحالته جيده للغايه، وبكره ان شاء الله هيكون في يعني فحص طبي للاطمئنان على حالته بشكل اكبر، تمهيدا ل
مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي. ده وليد سليمان على صفحته الرسمية على فيسبوك بيطمن جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، وقال الحمد لله أنا بصحة جيدة وخرجت من المستشفى، وبشكر كل الناس اللي بعتت لي امبارح عشان تطمن عليا، بس بعتذر لكل الناس اللي ما قدرتش أتواصل معاهم امبارح، وبشكركم جدا، وبشكر كل واحد من الجمهور اللي حاول يتواصل معايا. ربنا يخليكم ليا وليد سليمان. ألف مليون سلامة عليك يا وليد، واحد من اللعيبة يعني جمهور النادي الأهلي بيحبها جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعود سريعا للتدريبات، وبكرة هتتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الفحص. الطب ده فيما يتعلق به وليد سليمان. أما بخصوص تدريبات الأهلي النهاردة، الفريق واصل تدريباته بدون راحة استعدادا لبداية وانطلاقة بطولة الدوري الممتاز، هذه البطولة اللي افتقدها النادي الأهلي الموسم الماضي، واللي حريص عليها جدا جدا جمهور النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني ان هم يقدروا يرجعوا البطولة في مكانها بإذن الله من خلال هذا الموسم. فالتدريبات كانت في تمام الساعة 9 صباحا زي ما حضراتكم بتشوفوا اللقطات دلوقتي، هي تدريبات اليوم، والامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا. احنا عارفين ان مباراه الاسماعيلي يوم 27 اللي هو يوم الاربعاء المقبل باذن الله، مباراه هتكون قويه في استاد برج العرب، وبالتالي الاهلي يكون موفق فيها واستعداد ليها اكيد هيكون بشكل متميز. موسيماني النهارده كان عنده محاضره مع لاعبي الفريق استعدادا لهذه المواجهه، واتكلم فيها عن بعض الامور الفنيه اللي بيحاول ان هو يطبقها خلال المرحله المقبله، و على ضرورة الانطلاقة القوية اللي لازم تكون حاضرة في هذه البطولة مع أول مباراة عشان تدي للفريق دفعة قوية خلال ما توقع من الموسم، أو بالتحديد أول 8 مباريات اللي تحدد موعدهم في بطولة الدوري. هيتخللهم بعض التوقفات بسبب مشاركات المنتخبات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله، بما فيهم منتخبنا الوطني اللي عنده مباراتي الجابون وأنجولا، أو أنجولا والجابون في الآخر. فمحاضرة كانت مهمة طبعا من مستر بيتسو موسيماني. النهاردة كمان كان في جلسة ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وأيضا الكابتن سامي قمصان، وكان الكلام فيها على بعض التحضيرات اللي بتتعلق بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي وكيفية الاستعداد لهذه المباراة. وخليني أقول لحضراتكم إن موسيماني يعني بيذاكر فرقة الإسماعيلي، رغم إن في بعض الانتقالات أو التعاقدات الجديدة، الانتدابات اللي جابها فريق الإسماعيلي مع تواجد جهاز فني مميز جديد زي الكابتن طلعت يوسف، فالامور ممكن تكون غامضه الى حد ما بالتحديد فيما يتعلق بالعناصر، لكن انت في الاول وفي الاخر بتركز على نفسك انت، على السيناريو اللي انت بتفكر فيه، على شكلك انت في الملعب ازاي تقدر تكسب ال3 نقاط مع بدايه بطوله الدوري. نتمنى ليهم كل التوفيق. عايز اتكلم كمان على محمد الشناوي ونطمن جمهور النادي الاهلي عليه. الشناوي طبعا بيواصل برنامجه التاهيلي بشكل مميز جدا، في استجابة سريعة للعضلة الخلفية بخصوص العلاج، وقد تتلخص أو قد تتخلص أو تحديدا يعني تتقلص مدة الغياب بالنسبة لمحمد الشناوي في بخصوص عودته للملاعب. احنا عارفين تم الإعلان إيه؟ تم الإعلان عن 4-5 أسابيع، ده اللي أعلن عنه النادي الأهلي. المدة ممكن تتقلص إلى 3 أسابيع أو 4 بالكتير، يعني ما أعتقدش أن هم عايزينه 4، ده بسبب يعني الاستجابة السريعة للعضلة الخلفية. والشناوي يعني عنصر مهم جدا في فرقة النادي الأهلي، الأمور ماشية بالنسبة له بشكل جيد، وهو قطع شوط كبير جدا في العلاج، وده اللي صرح به الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات المهمة، واللي بيتكلم فيها عن مباراة الأمس مباراة الحرس الوطني، بيقول احنا خلاص أغلقنا الصفحة الأفريقية وهنركز على بطولة الدوري ومباراة الإسماعيلي، وقال ان احنا لازم نشتغل على الإيجابيات اللي اكتسبناها من مباراة الأمس وازاي نقدر نطورها، وقال ان احنا تركيزنا كله منصب على فريق الإسماعيلي وكيفية مواجهته، وان شاء الله التغلب عليه في مستهل مشوار بطولة الدوري الممتاز. نتمنى للفريق كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله خلال هذه المرحلة الهامة جدا اللي بيتخللها عدد كبير من المباريات. اكيد هيكون في عناصر جديدة في مباراة الإسماعيلي من الصفقات، ممكن يكونوا على مستوى التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء، لكن أكيد هيكون في استغلال للأسماء المميزة جدا اللي تعاقد معها النادي الأهلي على مدار فترة الانتقالات الصيفية. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة. يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بكره باذن الله انطلاقه بطوله الدوري الممتاز، هذه البطوله القويه، وانا في الحقيقه من الناس اللي بشوف دايما ان الدوري المصري هو اقوى دوري في افريقيا وبينافس الدوري السعودي في الشرق الاوسط كاقوى دوري في الحقيقه. عندنا امكانيات مميزه جدا، سواء بنيه تحتيه، سواء كمان امكانيات فنيه، عدد كبير جدا من اللاعبين والفرق اللي دعموا نفسهم بشكل قوي جدا جدا. اعتقد المنافسه السنه دي على بطوله الدوري على القمه نفسها هتكون صعبه ما بين الاهلي والزمالك، قد يتواجد معهم بيراميدز، قد نشهد بعض المفاجات خصوصا في ظل التدعيمات، مثلا فريق زي فاركو، فريق زي فيوتشر، في سموحه، في الاتحاد، في الاسماعيلي، فرق باسماء كبيره جدا. فبالتالي الدوري هيكون مشتعل للغايه وهيكون مثير جدا جدا، وده اللي احنا بنتمناه طبعا، بما اننا اهلاويه بنتمنى الاهلي يفوز بالدوري، لكن في نفس الوقت هيبقى فيه منافسه قويه جدا وعدد كبير من الفرق اللي قدروا ان هم يستغلوا فتره الانتقالات الماضيه في تدعيم صفوفهم بشكل مميز للغايه. فبالتالي خلينا نتكلم على استعدادات الفرق وكل فريق ازاي حضر نفسه لبدايه بطوله الدوري. اول مباراه في الدوري بكره باذن الله هتكون ما بين طلائع الجيش وايضا طلائع الجيش هيلاعب مين يا جماعه فاكرين؟ البنك الاهلي. مباراة قوية جدا وصعبة جدا بالنسبة للفرقتين، طلائع الجيش منتشي طبعا بالسوبر والبنك الأهلي يعني بقى في الدوري مع نهاية الموسم الماضي. فخلينا نبتدي بالبنك الأهلي لأن المباراة بتاعته في بداية هذا الموسم. البنك الأهلي المدير الفني بالنسبة له كابتن خالد جلال اللي أنهى معاهم الموسم الماضي بشكل مميز في الحقيقة، وقدر أعتقد في آخر 7-8 مباريات إن هو ما يخسرش، وده اللي ساهم بشكل كبير في بقائه في بطولة الدوري. وهو مدرب جيد، بيلعب بطريقة ايه؟ بيلعب بطريقة 4-3-3. قدر ان هو يدعم صفوفه بصفقات مميزة جدا، عدد من اللاعبين خليني اقول لحضراتكم عليهم، وزي ما حضراتكم شايفين الانفوجراف كده على الشاشة: طارق مصلحي، اسحاق يعقوبو، احمد سعيد، محمد هلال، احمد العش، اسامه فيصل، احمد ياسين، محمد فتحي، كريم بامبو كان موجود معاهم لكن اشتروه بشكل رسمي من الزمالك، كان موجود معاهم على سبيل الاعاره، شادي رضوان طبعا لاعب النادي الاهلي المعار ايضا كان موجود معاهم من السنه اللي فاتت. قائمه الفريق بالنسبه للمتواجدين والمكملين معاهم في حراسه المرمى: محمد الزنفولي، احمد السعداني، واحمد صبحي. في خط الدفاع: امير مدحت، محمد دبش، واحمد ياسين. موجود كمان، دي القائمه كلها بالمناسبه يعني، احمد العش، طارق مصلحي، اسحاق يعقوبو، عاصم صلاح، اسامه ابراهيم. خط الوسط: محمد فتحي، احمد سعيد، معروف يوسف، محمود سيد، حسام الصانع، محمد لعبه، ومحمد هلال، ومحمد حامد، ومحمد مصطفى ميدو، وكريم بامبو، ومحمد باسيوني، وموسى دياوارا، احمد ياسر، شادي رضوان، محمود قعود. خط الهجوم: فادي فريد، اسامه فيصل. القيمه السوقيه بالنسبه لفريق البنك الاهلي تبلغ حوالي 4,750,000 يورو. ملعب الفريق هو استاد بتروسبورت. اول مباراه هتكون امام طلائع الجيش بكره باذن الله. ده فيما يتعلق بفريق البنك الاهلي. فريق جيد على مستوى الاسماء بالمناسبه، زي ما احنا شفنا كده اكيد محضر نفسه بشكل مميز، واعتقد المباراه او بدايه الدوري نفسها بالمباراه دي هتكون مباراه قويه جدا جدا، وهنشوف ازاي يقدر يستغل كل فريق استعداداته لانطلاقه هذه البطوله. تعالوا نتكلم على طلائع الجيش. طلائع الجيش مديره الفني الكابتن عبد الحميد باسيوني، طريقه اللعب بيلعب ب 4-3-3، واعتقد عدد من الفرق ابتدوا يلجأوا لهذه الطريقه بشكل جيد. الصفقات الجديده اللي هم قدروا يتعاقدوا معاها: ميدو جابر، كسادي كاسونجو، محمد جابر، محمد الصباحي، محمد انور، عبد الرحمن اسامه، جون انتوي، كريم الطيب، علي حمدي، محمد علي الجويني، رامز مدحت، خالد حشادي. دي الصفقات الجديده، لكن القائمه كلها: حراسه المرمى محمد بسام، محمد شعبان، احمد سالم، ايضا دول في حراسه المرمى. خط الدفاع: احمد هاني، رجب بكار، علي فيل، محمد سمير، محمود عاطف، مصطفى الزناري، خالد سطوحي، حسن مجدي، محمد ناصف، محمد الجويني، محمد انور. خط الوسط: علي الزاهدي، مهند لاشين، احد ابرز اللاعبين في الحقيقه في الدوري، عبد الرحمن شيكا، فرانك، عمرو السيسي، احمد زولا، ميدو جابر، محمد الصباحي، محمد شحاته، خالد عوض، احمد سمير، رامز مدحت، علي حمدي.
خط الهجوم جون انتوي، كسادي، كاسونجو، كريم الطيب، خالد حشادي، فارس حاتم. القيمه السوقيه بالنسبه لفريق طلعت الجيش تبلغ حوالي 6,750,000 يورو. ملعب الفريق استاد جهاز الرياضه العسكري. اول مباراه في الدوري هتكون امام البنك الاهلي. ده فيما يتعلق باول مباراه، لكن لسه في مباراه اخرى في نفس اليوم، او في مباراتين كمان في نفس اليوم، وفي الحقيقه الثلاث مباريات جامدين جدا. يعني بنك مع طلائع الجيش، المباراه الثانيه هتكون ما بين سموحه والاتحاد. بدري بدري كده ديربي اسكندراني هيكون قوي جدا. نبتدي بسموحه وكيف جهز سموحه فريقه واحمد سامي المدير الفني للموسم الجديد. احمد سامي ايضا بيلعب بطريقه 4-3-3، قدر ان هو يتعاقد مع عدد من الصفقات. واحنا عارفين سموحه يعني من الفرق اللي دايما بتدعم نفسها بشكل جيد، وكانوا عاملين موسم مميز في الحقيقه مع الكابتن احمد سامي. اتعاقدوا مع مين؟ اتعاقدوا مع محمد شكري ومع الغيني اليا سيلا واحمد عيد واحمد رمضان بيكم من الاهلي، فهد جمعه من الاهلي، الانجولي ده سافا، وعبد الرحمن عامر، بهاء مجدي، مروان حمدي، مهاب اشرف، حسين فيصل، محمد بسيوني، امير عادل، محمد عبد العاطي، النيجيري اولا سكيرا، وعمار شرف الدين، ومصطفى جابر. عدد من الصفقات في الحقيقه، معاهم كمان احمد سعد وكلابه. القائمه كلها بتتكون من مين؟ في حراسه المرمى الهاني سليمان، عمر صلاح، محمد اشرف، حسن كمان تيمور، وخط الدفاع رجب نبيل، احمد سعد، محمود عزت، احمد عيد، فارس مجاهد، بهاء مجدي، محمود معاذ، محمد شكري، احمد رمضان بيكم، اطهر الطاهر اللاعب السوداني المميز، احمد جمال، خالد عبد الفتاح. خط الوسط محمد عبد العاطي، عبد الرحمن عامر، احمد حمص، حليمو، محمد رزق، كناريا، علي زكي، مصطفى الخواجه، مهاب اشرف، عبد الكبير الوادي، امير عادل، محمد نادي، شريف رضا، عمار شرف الدين، اولايس كيرا، وكلابا دا سافا، وحسين فيصل. خط الهجوم اليا سولا و مروان حمدي وفهد جمعه. القيمه السوقيه بالنسبه لفريق سموحه تبلغ حوالي 5,650,000 يورو. الملعب بتاعهم طبعا استاد اسكندريه، اول مباراه ليهم مع الاتحاد السكندري. اسماء برضو جامده جدا، عشان كده بقول لحضراتكم الدوري السنه الجديده هيكون في اعتقادي اقوى دوري في تاريخ الكره المصريه، نظرا للاستعدادات المميزه جدا بالنسبه للفرق كلها في الحقيقه. تعالوا نتكلم عن الاتحاد السكندري، احد الفرق العريقه جدا في الدوري المصري، وانا من الناس اللي بتحب اسكندريه وبتحب الاتحاد السكندري جدا في الحقيقه. فمديره الفني طبعا الكابتن الكبير كابتن حسام حسن بيلعب بطريقه مختلفه شويه عن المدربين اللي احنا اتكلمنا عنهم في المرحله اللي فاتت. بيلعب ب 3-5-2، قدر ان هو يبرم عدد من الصفقات المميزه، محمد مجدي، نادر رمضان، احمد يحيى، احمد علي، سعيد وسامبوري، احمد عادل، ميسي، سليف مورو، بنيامين برنارد ومابو لولو، ومحمد عبد المنصف الحارس المخضرم، ومحمد عبد السلام. لكن القائمه كلها بالكامل تتكون من احمد يحيى، محمد عبد المنصف، صبحي، سليمان في حراسه المرمى، خط الدفاع داميون لوي، محمد مجدي، محمد عبد السلام، مروان النجار، مصطفى ابراهيم، رجب الصافي، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح وعفروتو. خط الوسط سعيد وسنبري، احمد مانجا، مروان عطيه، نادر رمضان، كريم الديب، حسام عاشور، اس مورو، وخالد الغندور، احمد عادل، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، كريم ممدوح، وسيمو، احمد حجي. اما في خط الهجوم كل من احمد راشد، احمد علي، بواتينج، ومابولولو. القيمة السوقية بالنسبة للاتحاد السكندري تبلغ حوالي 5,130,000 يورو. ملعب الفريق استاد برج العرب. أول مباراة في الدوري هتكون قدام سموحة. دي مباراة أيضا من ضمن المباريات المرتقبة جدا اللي هتكون فيها ندية كبيرة مع بداية هذا الموسم. لكن المباراة اللي ممكن يكون مستنيها عدد كبير جدا جدا من جماهير الكرة المصرية، رغم ان الفرقتين ما لهمش جماهيرية اطلاقا اطلاقا، ولسه يعني حديث العهد في الدوري الممتاز، وهما فيوتشر وفاركو. فخلينا نبتدي بفيوتشر ونشوف فيوتشر ازاي ان هم يجهزوا نفسهم، او ازاي هم جهزوا نفسهم لبداية الدوري من خلال عدد من الصفقات، وايضا من خلال انتداب مدير فني مميز زي الكابتن علي ماهر اللي بيلعب بطريقة 4-2-3-1، وصفقات كتير جدا قدروا ان هم يتعاقدوا معاها، واسماء كبيره بالمناسبه. يعني لما تيجي تتكلم كده يعني تقريبا قائمه الفريق كلها بصفقات جديده. يعني هم ناس طلعوا الدوري الممتاز فقال لك لا احنا لازم نجهز نفسنا بلعيبه عندها خبرات في الدوري الممتاز. جابوا مين في حراسه المرمى؟ جنش حارس مميز، محمود حمدي،
دول الصفقات الجديده. في خط الدفاع جاب مين بقى؟ جاب سعد سمير احد اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات الكبيره مع النادي الاهلي على سبيل الاعاره، ونفس الحال بالنسبه لمحمد عبد المنعم اللي كان متواجد على مدار موسمين فاتوا مع سموحه ولعيب مميز جدا. جابوا كمان فارس طارق طه، كريم عرفات، محمد ربيعه، محمود رزق مدافع مميز، جوناثان نجوين طبعا ظهير ايسر جيد جدا، ومحمود مرعي. في خط الوسط جابوا غنام محمد، محمد رضا، محمد حسن، كريم ندفد معار من النادي الاهلي، مصطفى البدري معار من النادي الاهلي، محمد فاروق خبرات كبيره، ايمن صفاقسي، احمد رفعت، ناصر ماهر لاعب الاهلي السابق، عمر كمال عبد الواحد معار من الزمالك، العربي بدر من الاهلي، عمر سافيولا واشرف مجدي. في خط الهجوم جايبين مروان محسن اسم كبير طبعا، احمد عاطف ايضا في خط الهجوم. القيمه السوقيه بالنسبه لهم يعني تبلغ حوالي 7 مليون و280 الف يورو، وده يدل ان هم جايبين لعيبه كبيره جدا. ملعبهم هو استاد الاهلي والسلام، واول مباراه ليهم امام فاركو اللي هو ايضا دعم صفوفه بشكل مميز. احنا بنحاول نحط يعني حضراتكم في اجواء انطلاقه الدوري بموسم هيكون اكيد جيد ومثير جدا، وهيشهد نديه في كل المباريات تقريبا نظرا لقوه المنافسه. طيب فاركو المدير الفني مين؟ المدير الفني كابتن مجدي عبد العاطي، احد المدربين الواعدين في الحقيقه، بيلعب بطريقه 4-3-3. صفقاتهم الجديده برضه اسماء كبيره، هتيجي تلاقي محمد صبحي، ياسين مرعي، احمد محمود، عبد الله بكري، محمود حماده الاثنين من بيراميدز، صبري جاد، احمد عبد العزيز مودي مدافع مخضرم، رامي صبري طبعا لاعب الانبي السابق ومدافع مميز جدا عنده خبرات كبيره، كمان احمد الصغير لاعب جيد جدا، محمود عماد ومحمود جهاد وزياد طلبه وعزمي هوما وكينجسلي سكاري لاعب جيد، ورزق الله او رزق حمروني لاعب جيد جدا بالمناسبه اللاعب ده انتظروه يعني، إيريك أيوك وإسلام جمال، عمرو جمال طبعا من اللاعبين الكبار أيضا، وأحمد شريف. قائمة الفريق في حراسة المرمى محمد صبحي، محمود السيد، محمود سعيد شيكا، صبري جاد. في خط الدفاع دي القائمة بقى بالكامل يعني، رامي صبري، عبد الله بكي، أحمد عبد العزيز مودي، أحمد عوض، ياسين مرعي، عزمي هومة، عبد الناصر، دي ماريا، جابر كامل، علاء سلامة، أحمد محمود. في الوسط محمود حمادة، محمود عماد، بلال جمال، أحمد الصغيري، مصطفى حمادة، كينجسلي سكاري، أحمد سعيد، هشام فتح الله، أحمد البحراوي، حسن طارق، هاني السيد، أحمد مجاهد، وليد علي. وفي الهجوم رزق حمروني وأيضا محمد فؤاد، إسلام جمال، إيريك أيوك، واسف تيري مهاجم المريخ المميز، عمرو جمال، علي بهيج، أحمد شريف وزياد طلبة. القيمة السوقية بالنسبة لهم بتبلغ حوالي 5 مليون و330 ألف يورو. ملعبهم هو استاد الإسكندرية، وأول مباراة ليهم بكرة مع فيوتشر، مباراة كبيرة ومرتقبة بكل تأكيد. كده احنا حطينا حضراتكم في أجواء بداية بطولة الدوري، هيشهد 3 مباريات كبيرة جدا، وإزاي كل فريق حضر نفسه. خلينا كمان نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات حلقة الترند النهاردة، يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خليني سريعا أقول لحضراتكم نتائج أهم مباريتين النهاردة، برشلونة وريال مدريد، ما زال التقدم ريال مدريد بهدف لديفيد ألابا، وفي الدقيقة دلوقتي المباراة في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء. أما مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، فليفربول متقدم بنتيجة 2-0، أحرز الهدف الأول نبي كيتا من أسيست نجمنا المصري محمد صلاح في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة 13 أحرز دياجو جوتا هدف تاني من أسيست لترينت ألكسندر أرنولد. واضح أن مانشستر يونايتد بيضيعوا وقت مع سولجر في الحقيقة، يعني مدير فني أعتقد أنه على قده شوية. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم و رأيكم في أداء النادي الأهلي في مباراته بالأمس وفي النتيجة الكبيرة 6-1. نبتدي بجابر أبو سالم اللي قال لا أعتقد أن هذا سيكون أداء النادي في الفترة الجاية مع دخول الصفقات، الأداء هيكون أحسن طبعا، بس ما يقلقني الأداء الدفاعي، وده محتاج نظرا للأخطاء المتكررة. خلينا كمان ناخد السيد محمد هيبة واللي قال مساء الخير عليك يا كابتن حبيبي يا أبو السيد، مساء الفل، اداء رائع ولاعبي او لعيبه رجاله، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. خلينا كمان ناخد محمد الحديدي واللي قال اداء مقبول، وعلى موسيماني سرعه تدارك الاخطاء ووضع الحلول المهم اللي جاي باذن الله، طبعا اللي جاي يكون افضل بكتير بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله، وده مش هيكون غير بدعم جماهير النادي الاهلي.
دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة أخرى جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.